لائحة. طيب يا شيخ يا شيخ جواد لازم نقوم يلا. لا 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 ما في مشكلة يا شيخ نمسح. أنا بسوي شيخ يعني الآن هذا ريال تفضل وهذا ريال يا شيخ ناصر تسلم الله يسعدك وهذا ريال أبي الفسحة ريالين عمي كيكة بسيط طيب دقيقة التنكيت حقكم وقفوه شوي لأن عندي تفضل عندي شغلة بقولها الآن الريال كل واحد عنده ريال صح والله نعم. ذكرتني بأيام الفسحة أيام الابتدائي طبعا أنا قلت خلي الفلة شوي دقيقة خلني أعطي أنا اللي عندي بعدين أسلم الآن الريال اللي عندك هذا هل إيه؟ تقدر تشتري فيه عصير؟ عصير صار بريال وربع بريال ونص نعم يعني حتى الريال ما تقدر لكن إذا رجعت أخذت الريال منك وهذا اللي أنا باخذه أنا عشان أضمن بعدين نروح للفقرة الثانية اللي بوصله يا جماعة الخير أنه ريالك هذا يفرق الله الآن أخذت أنا 4 ريال من عندكم وأنا الرابع فأقدر الآن أشتري أقدر أشتري عصير وبطاطس وأقدر أعزمكم عليه لكن بالريال ما أقدر فريالك هذا يفرق حتى في كفالة اليتيم يعني لا تستحقر أنه والله أنا ما عندي إلا ريال ما عندي إلا كم هللة يعني لا بالعكس ترى ريالك هذا والله أنه يفرق وكما يقول الشاعر لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى فالواحد يبادر بال يعني مرة ثانية نقول الواحد يبادر بالتبرع خاصة أنه إحنا الآن في 10 أواخر فقلت برضو يعني الواحد وده يصير يعني يدل على الخير وينشر على الخير حتى إذا ما قدرت يعني حتى هذا الريال الآن اللي قلنا أنه الريال يفرق إذا أنت ما كان عندك الريال سوي تويت وانشرها لغيرك أرسلها لأخوياك يعني قطوا أنتم في الاستراحة الآن جالسين مثلا تشاهدونا ولا في البيت كل واحد يدفع مبلغ بسيط وبإذن الله ستجدون هذا الخير والبركة في الأيام القادمة ولعل من أسباب اللي تساعدنا أو تشحذ هممنا على هذه 10 الأواخر أننا نتذكر أحبابنا اللي توفوا وما أدركوا هذا رمضان الله أكبر الله يغفر لهم صحيح. يا رب العالمين ويرحمهم ويجعل مثواهم في جنات عدن يا رب العالمين فهذا هو وقودنا للتزود بالطاعات وحنا في رمضان ونتزود بالطاعات وكذلك في القرآن واستوقفتني آية من اللي تلاها الشيخ جواد الله أكبر أو أستغفر الله هذه في موضع آخر تلاها جواد أمس يمكن في التراويح قال الله سبحانه وتعالى ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ما طلب شيء من الله سبحانه وتعالى بعد وفاته ورحيله من هذه الدنيا لا صلاة وكلها على خير وأجر عظيم لكنه ما طلب إلا الصدقة يعود إلى الدنيا ليتصدق فطوبى لمن أمد الله في عمره وبارك له في رزقه وسمع كلماتك هذه حتى يتصدق الله يجعلها يا رب شاهدة إن شاء الله ويتصدق جبريالات شيخ والله يجعلها شاهدة راح أقول بها شيء لأنك فعلا حفزتني والله فعلا ما شاء الله تبارك الله وفعلا حتى أحيانا لو قلنا مثلا في وقف الوداد أنه مثلا مشروع كفالة مثلا يتيم 4000 ريال أو 5000 أنت تقول 5000 لا تملكها لكن الريالات اللي منك لو اجتمع الآن الريالات صارت هي 5000 التي ستكفل اليتيم إذن لا تحتقر ريالك لأن ريالك فعلا يفرق خلينا نشوف ثم نرجع بإذن الله والله ما شاء الله أو ريالات زايدة اجعلها لله ونمها ليوم القيامة جبنا لك الحل تبرع لوقف أيتام الوداد عبر أرقام الحسابات التالية بنك الراجحي آيبان رقم البنك الأهلي آيبان رقم ريالك يفرق في رعاية تربية يتيم وقف أيتام الوداد وقف وكفالة من وقف أيتام الوداد